إذن للإجابة حول هذه الأسئلة وأكثر مشاهدينا الكرام بينضم معنا عبر الهاتف من الدوحة الأستاذ بشير سنان رئيس الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي. أهلا وسهلا بك سيد بشير. سيد بشير هل تسمعني؟ نعم. أهلا وسهلا بك إلى ساعة رياضة. إذن اليمنيون ينتظرون قرار عودة الأنشطة الرياضية إلى اليمن، برأيك ما أسباب تأخير قرار هذه العودة؟ بداية اسمح لي أن أتوجه بالشكر قناة المهرية على الافتتاحية الجميلة بإدخال الصحة البرامجية عبر هذا البرنامج الرياضة، كون الرياضة تمثل شيء أساسي للمجتمع اليمني للشباب اليمني. عن الدوري وأسباب تأخر الدوري، هي الأسباب طويلة لو تحدثنا بدءا من ما قبل من بدءا من الأحداث التي تمر بها بلادنا، إلى ظروف الكوفيد، إلى العشوائية، إلى التخبط الإداري، كثير من الأمور لا تستطيع أن تحدد سبب واحد، لكن يبقى الهاجس الأمني في نظري هو أهم أسباب تأخر الدوري اليمني، عودة الدوري اليمني. طيب أستاذ بشير، أنت تحدثت أن هناك تخبط في إداري، وربما الكثير أيضا يذهب بعيدا ليقول أن هناك تخبط داخل أروقة الاتحاد العام لكرة القدم وأيضا وزارة الشباب والرياضة بحد ذاتها. برأيك هل هناك تخبط بهذا الحجم الذي يجعل الرياضة اليمنية في هذه اللحظة بعيدة جدا عن أبسط الاتحادات أو الأنشطة الرياضية عربيا على أقل تقدير، لا نقول عالميا؟ وعزيزي، هو شوف، دائما أنت لما تيجي تقييم عمل أي اتحاد أو أي جهة رياضية، دائما هو الشارع، هو الشارع والجمهور الرياضي هو الحكم الرئيسي في مثل هذه الأمور، وهو من يرى يرى بصورة دقيقة أو بصورة أكثر قرب بحكم المتابعة والحب والعشق للمنتخبات أو الاتحادات وغيرها من الأشياء. أرى أن منظومة الرياضة بشكل عام خلل بالمنظومة الرياضية منذ ما قبل سنوات الحرب أو منذ ما قبل 2015، يعني كان الخلل في الرأس على هرم وزارة الشباب والرياضة في قياداته المتابعة. أرى أن البلاد تحتاج إلى الـ 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 أو الرياضة من تحتاج إلى إصلاح المنظومة بشكل عام، وليس إصلاح جزئي أو معالجة آنية لبعض الأمور. كانت الأمور سيئة ما قبل الحرب، جاءت الأحداث لتزيد الأمور سوءا، وانقسام الرياضة ومعظم الاتحادات والوزارات وحتى الصندوق. نعم. طيب ما حقيقة وجود قضايا فساد مالية وإدارية داخل الاتحاد اليمني لكرة القدم؟ طبعا لا يوجد هنا طرف آخر حتى نسمع وجهة نظره، لكن إن شاء الله في الحلقات القادمة سيأتي من يرد على كل هذه الأسئلة، لكن أنت بوجهة نظرك هل هناك أدلة واقعية وفعلية لوجود قضايا فساد داخل اتحاد كرة القدم؟ أنا في نظري أن الفساد متواجد في المنظومة الرياضية بشكل عام، لا نستطيع أن نوجه التهم لأي اتحاد أو لأي جهة من غير أن نمتلك دليل ملموس على ذلك الفساد. يتحدث الكثير من الزملاء وكذلك الجمهور الرياضي عن الدعم المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو غيره من الاتحادات، الاتحاد الآسيوي والاتحاد الخليجي. كان أحد الزملاء قبل فترة بيشتغل على موضوع تحقيق استقصائي لكشف مكان الفساد في اتحاد كرة القدم، حاول الاستعانة أو حاول التواصل معي بشأن المخصصات المالية التي قيل أن الاتحاد الدولي سلمها للاتحاد اليمني، وبعد مراسلات مع الاتحاد الدولي اتضح أن الاتحاد الدولي لم يسلم اليمن شيئا منذ 2014، هذه حقيقة نقولها الآن، أقولها لك على البرنامج، لم تتسلم اليمن، إنما المبالغ يعني تراكمة سيتم تسليمها اليمن في حال انتهاء الحرب أو حال انتهاء الظروف التي تمر بها بلادنا. قد يكون هناك مبالغ من الأسوية، لكنها مبالغ من الاتحاد الأسوي، مبالغ ضئيلة. أيضا المبالغ التي أتت من الاتحاد الخليجي قد ربما يكون في المشاركة الأخيرة مبلغ كبير الذي تم تسليمه للاتحاد اليمني لكرة القدم، لكن
بموازاة ذلك يجب أن ننظر إلى أن هناك أنشطة تقام خصوصا للمنتخبات إعدادات وإلى آخرته. بشكل عام إذا أردنا نتحدث من أراد أن يتحدث عن فساد في كرة القدم عليه أن يأتي بالدليل سواء أنا أو غيري من الزملاء الصحفيين، لابد من نكون متفقين هناك خلل، هناك سوء إدارة، هناك تخبط. طيب جميل، حين نريد أن نتكلم بالفساد لابد أن تكون لابد أن تدعم كلامك بأدلة بالفعل. نعم. طيب برأيك وجهة نظرك أنت إلى أين يمكن أن يصل الاتحاد الرياضي اليمني في ظل الإدارة الحالية؟ والله عزيزي شوف، كثيرا ما تكلمنا الاتحاد اليمني لكرة القدم منذ سنوات طويلة، لابد من تجديد الدماء. أنا أتمنى إذا كان الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس اتحاد كرة القدم يسمع كلامي أو يتابع هذا البرنامج بأن يكون هناك تجديد للدماء أو تغيير على رئيس الاتحاد إن أراد النجاح والمضي قدما أو تحسين الصورة لدى الجمهور الرياضي، الاستعانة بالرياضيين. نرى هناك تغيير الآن على مستوى المنتخبات، لكن هذا التغيير ما زال محدود وما زال على بعض الأسماء وبعض الأشخاص الذين يتم تدويرهم بين الفينة والأخرى، بينما بعض الأسماء محجوزة في المنتخبات وكأنها يعني وكأنها وراثة منذ 10 سنوات أو 12 سنة وحتى 15 سنة. لابد من تدوير، لابد من ضخ دماء جديدة في الاتحاد، لابد من إشراك الخبرات الرياضية واللاعبين الكبار ومن خدموا الوطن ومثلوا الرياضة من آخر تمثيل، لابد أن يكونوا شركاء أساسيين في مسيرة الاتحاد القادمة إن أراد الشيخ أحمد الاستمرار في الدورة الانتخابية القادمة، ومع أني أفضل أن يترك الإدارة الاتحاد ويكتفي بما قدمه خلال الفترة الماضية. بما أنك تحدثت عن المنتخبات الوطنية، نتحدث عن تذبذب للمنتخب الوطني الأول، وربما لا يكاد يذكر أي انتصار للمنتخبات الوطنية الأولى، بينما نجد أن هناك يعني أداء إلى حد ما رائع من قبل الشباب أو الناشئين. حدثنا عن أحوال المنتخبات الوطنية. والله عزيزي شوف، منتخباتنا الوطنية دائما يعني احنا حرفة اليمن بشكل عام مميزة في المنتخبات السنية، وهي أيضا مصنفة ضمن أوائل منتخبات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. هناك جهود كبيرة، مثل ما ننتقد الاتحاد لكرة القدم لابد أن نوجه لهم الشكر فيما يخص المنتخبات السنية. دائما هناك تفوق وتلحوظ منذ سنوات، ونحن يعني نتكاد منتخباتنا لا تغيب عن النهائيات الآسيوية بشقها الناشئين أو الشباب. ومثل ما نشكر فيما يخص منتخبات الناشئين والشباب، لابد أن نرفع أيدينا ونعلن نقطة نظام عن المنتخب الأول وعن المستويات المتذبذبة للمنتخب ما بين الصعود والهبوط. يعني قد يأتي أحدهم يقول لي يا أخي لا، نحن تأهلنا إلى نهاية آسيا لأول مرة، وهذا الكلام أسمعه، هذه الأسطوانة أسمعها مكررة من أكثر من شخص مقرب من الاتحاد يقول لي أبشر لا، إحنا المنتخب الأول اللي تأهل لأول مرة لنهاية آسيا. التأهل كلنا نعرف قصته وكيف كان التأهل، بالتالي الجمهور الرياضي اليمني جمهور عاشق، جمهور شغوف في كرة القدم، محب للرياضة، محب للمنتخبات. أتمنى أن يتم عمل برنامج أو رزنامة خاصة لتطوير أداء المنتخب الأول مع الاستمرارية والحفاظ وتطعيم اللاعبين وتعزيز مراكز اللاعبين. هناك لاعبون لم يعودوا صالحين للاستخدام في المنتخب اليمني، نوجه لهم كل الشكر والتحية. خلاص لابد من الاستعانة، رأينا لاعبين مميزين في منتخب الشباب، لابد أن يكون هناك عملية إحلال ما بين لاعبين الشباب والمنتخب الأول إذا ما أردنا النجاح خلال المرحلة القادمة. جميل، ربما التغيير هي سنة الحياة من أجل تجديد المنتخبات الوطنية ويعني إبراز مستويات جديدة حتى. إذا نتحدث عن الإعلام بحكم أنك رئيس الجمعية الوطنية للإعلام الرياضي، برأيك هل الإعلام اليمني الحالي المتواجد حاليا يظهر الأنشطة الرياضية أو الاستحقاقات الرياضية المتواجدة الآن على الساحة الوطنية رغم شحتها؟ يعني هل يقوم بالوجه المطلوب منه؟ والله يا شيخ عزيزي، أنا كما تكلم بداية الحلقة حين وجهت الشكر لإدارة قناة المهرية على منح الشباب الرياضي ساعة رياضية ضمن خارطة البرامجية،
هذا هو تأكيد على أن أننا بحاجة لمناقشة القضايا الرياضية عبر منابر متعددة، سواء صحافة، تلفزيون، إذاعة وغيرها. حاليا النشاط الرياضي شبه غائب أعتقد، لكن مع انتهاء كورونا إن شاء الله تعاود الاتحادات الرياضية والأندية إلى العمل. الإعلام الرياضي مطلوب منه مناقشة كل تفاصيل التفاصيل الخاصة بالرياضة، خصوصا ما التحقيقات الرياضية، تحقيقات الفساد، كل ما يخص الرياضة من صغير وكبير. أنا أعتقد أن دور الإعلام الرياضي دور مهم، لكن مع إقفال معظم المؤسسات الصحفية الرياضية أو الإذاعات أو حتى البرامج، أعتقد أن دور الإعلام أصبح الإعلام الرياضي أصبح منقوص، وبقي الاعتماد على بعض البرامج، برنامج أو اثنين، وبعض الأقلام التي تكتب فرديا. أنتم في الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي وأنت رئيسها أستاذ بشير، ما هو دوركم وما هي أبرز أنشطتكم في هذا المجال؟ والله عزيزي دعني أحدثك بأن عبر برنامج إن شاء الله عبر برنامج ساعة رياضية، أنا اتهينا من التنسيق يوم أمس بإذن الله مع إحدى المؤسسات الدولية لعمل دورة خاصة للإعلاميين الرياضيين حول التحقيقات الاستقصائية في الصحافة الرياضية. هذا الموضوع تم يوم أمس. هذه خطوة جميلة جدا منك أستاذ بشير ومن المؤسسة. نسعى لتأهيل مجموعة من الزملاء في مجال التحقيقات الاستقصائية. نحن عندما نتحدث عن منظومة فساد أو نتحدث عن فساد المتمكن أو في مختلف المؤسسات الرياضية، يبقى التساؤل من الذي سيحقق، من الذي سيعمل؟ مجرد الكتابة أو الكتابة لهواية لا تفي بالغرض حتى تصل إلى النقطة التي ترضي الجمهور الرياضي. لابد أن تكون هناك تحقيقات استقصائية وفق طرق علمية مدروسة. إن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل نطلق هذه الدورة عبر الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي، وبالشراكة مع هذه المؤسسة، مؤسسة كريديتش يعني عشان تكون بالصورة. بإذن الله تكون الدورة يعني تحظى بمشاركة واسعة من الزملاء حتى يفيدوا الاستفادة المثلى من مثل هذه الدورات. جميل جدا. طبعا مثل هذه الدورات أستاذ بشير من المهم جدا أن تكثف، خاصة أنها تتحدث عن أو تفضح وتكشف الملفات التي تتواجد فيها يعني الفساد وغيرها. إذن في نهاية هذه الحلقة، هي دورة اسمح لي دقيقة، هي دورة للمرة الأولى، ربما للمرة الأولى في تاريخ الإعلام الرياضي اليمني تقام دورة تحت هذا الباب المهم من أول القسم المهم من أقسام الصحافة الرياضية. لا يوجد لدينا صحفيين متخصصين في مجال التحقيقات الاستقصائية في الإعلام الرياضي، أو ربما واحد أو اثنين. نتمنى أن تسهم هذه الدورة في تصحيح مسار الكثير من الأمور الرياضية داخل بلادنا بحول الله إن شاء الله. نهاية هذا اللقاء، هل من رسالة تود أن تبعثها عبر ساعة رياضة؟ تفضل. والله يا عزيزي أنا أتوجه بالشكر لكم جزيلا، لك يا أخي علينا تسبق وتابعت أول حلقة من البرنامج وكنت سعيد جدا جدا وأبديت رأيي على صفحتي في التواصل الاجتماعي. وصلتنا طبعا تقييمك ووصلتنا أيضا بعض النصائح وأيضا التعليق بشكل كامل، وأخذنا بعين الاعتبار أستاذ بشير. نعم، نحن نحتاج دائما بالرياضة، هي واجهة في ظل الظروف التي تمرها البلاد. بقية الرياضة هي النافذة الوحيدة التي يطل منها الشباب على المستقبل. بالتالي هذا البرنامج هو إضافة جيدة للإعلام الرياضي. أنا سعيد أعبر عن سعادتي كرئيس الجمعية من الإعلام الرياضي بأن البرنامج إضافة جميلة للخارطة البرامجية الرياضية، ونتمنى منكم الاستمرارية والمتابعة والتكثيف والتركيز أكثر على النشاط الرياضي في قادم الأيام. شاكر لكم اهتمامكم. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الدقائق الثمينة التي أعطيتنا إياها. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ بشير سنان رئيس الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي، شكرا جزيلا لك.